نتكلم فيه على روبلوكس، لكن ما بتوع التواد من الجماعة. يوم الخير. ايه انا لما كنت فوزو هاي الجماعة من حيث بأسرع من الوقت اللي عملناه هيك مرة. هيك مرة كان 13 دقيقة، هاي المرة نخليها 18 دقيقة، نحاول نمد دقيقة كاملة يا جماعة من الجيم. وأسهل طريقة يا جماعة، أسهل من الديكيت صعب يا جماعة، الطريقة هي أسهل كتير يا جماعة. الطريقة الوحيدة اللي نحتاجها يا جماعة هي الأربعة طبعا، بس لو الأربعة ما نحتاج واحد خامس ولا شيء، لا تحطوا شيء آخر، إنه تخسروها إذا حطيتوا شيء خامس. بس أنصحكم تحطوا دول الأربعة، بس دول نصيحة زي مني إنه دول الأربعة تحطوهم بس. أرد على بعض الطريقات يا جماعة. بعد ما نزل خلص التعديل، نزل تحديث عن امبارح، ارتفعت السعر هاي يا جماعة، ارتفعت بالروبوكس. الناس اللي قالوا لي كان بدها، كان بعض الناس قالوا لي يا جماعة انه في واحد قال لي انه الناس ما بترضى بثلاثة، ما بيرضوا بثلاثة شيستات وبدهم ستة يا جماعة. لا حد يرضى بستة يا جماعة، انه اذا واحد عملت رايد ستة مقابل مسكال اكبر خسارة. العرض الماكس اللي تعمل فيه اربعة، انه اصلا مبالغ بالعدد خمس ستة. واحد جماعة انه يفتحون احسن جماعة من هيك. وهلا قلت غلت جماعة، بدأت ارتفع سعرها، رجعت سعرها مثل ما هي، انه غلت ما صارت رخيصة جماعة، غلت جماعة. وهلا رجع سعرها بالجيم مثل ما كان رجع. بس الناس مش كلها فتحت الشوب، مش الناس كلها قاعدة تشوف الشوب تشوفيه، بس الناس قاعدة تفتح الشوب وتشوف اسعارها. انا اعرف وين هي سعرها. نو بس ناس تفتح شوب وتشوف اسعار الهاي، انه بجد جد اللي ما صار صارت اغلى، وصار ناس ترضى فيها اكثر. شوفوا بايح ساعات يا جماعه، ساعات اخلي واحد يرضى. وينه شلون الو اربعة بس صعوبة يا جماعة، ما حد رضى امبارح قبل التحديث، قبل التحديث يا جماعة اخذت ثلاثة وانا قاعد اقول لهم اربعة مقابل جلتش كاميرا مان ولا جي تي اس، ما حد رضى. بس اليوم الكل رضى مقابل اربعة، الكل رضى مقابل اربعة حرفيا. شوف امبارح ما حد كان يرضى مقابل اربعة، كلهم بدهم ستة وخمسة يا جماعة. اليوم كثير ناس ردت مقابل أربعة، وهذا يعني الموضوع يعني هاي سعرها رجع من مكان، وهذا يخلي الناس تاخد فرصة. هي بس يمكن الناس بدهم أربعة، إنه هي صار في منها كثير ناس محصلين هاي كيف؟ ولكن نشوف أول شوية عروض بس نشوفها يا جماعة قبل ما نبدأ جيم. ننتقل بقى فاصل يا جماعة. بس هذول الناس يا جماعة كلهم بدهم ال يو تي سي يا جماعة، لأن كنت مستخدمه يا جماعة. أنا هلا شلته يا جماعة من الاستخدام، لا تستخدموا حالات أبدا يا جماعة. أنا أبدا أشوف العروض. المشكلة بس اللي خسرت الناس إنه ترد بلازا، أشوف ما عاد في ناس. غريب الناس كانت تدخل بالأرقام الهائلة يا جماعة ترد بلازا، مش عارف إيش سووها ترد بلازا. واحد مناسب لهذا العرض، مع انه يحسوا مش عرض قوي، لا يعطيني بس لو الواحد ابك لا. على ايش بده الله اعلم. وإن الناس يا جماعة ما صدقت تكون ما صدقت على إنه ما حد صدقكم يا جماعة إنه السعر غلي، شوفوا إيش تعملوا. تمسحوا كل الأشياء لعند هون، تحطوا علامة يساوي، تحطوا واحد، تكتبوا عشان الناس اللي ما مصدق إنه أسعارها غليت. قولوا لهم يفتحوا الشوب حتى، أنا بقول لهم أوبن شوب، يفتح الشوب يا جماعة. إذا مو مصدقين يا جماعة إن السعر تبع ارتفع، اكتبوا لهم اوبن شوب. الناس تعرف إنه تخلي براسها فكرة إنه
أسعارها مثل ما موفي مثل ما كانت ثمن أسعارها. جانا هذا بالسبايدر كاميرا، لا سيء، أنا عندي منها أصلا 4. ولو ما حدا رضي جماعة احسبوها يا جماعة، أنا لقيت 25 ليجندري من 25 واحد مقابل جليتش كاميرا مان، إيه ما حد رضي، لا هيك 25 ليجندري أنا خسران يا جماعة، أعطيه 25 مقابل جليتش كاميرا مان. إذا أنا بعت 15 واحد الواحد من 100 ما عندي اياه، اذا بعت الواحد من 100 اصلا ذكاء الناس ذاك شوي ذاك شوي، وابيع الواحد من 100 حتى ومن 95 يا جماعة ما يأثر 95. اذا بعت 10 من 100 الف جيم والناس بتشتري، في ناس ما عندها ليجندري اصلا. نو 10 اشخاص من 100 الف جيم، هاي السينما مان صار في واحد يشتري هو ب900 جيم، بيبيعوا ب9، بيبيعوا 9 ب5 و... لا بيبيعوا ارض بيبيعوا 10 ب95 جيم وتجيبوا السينما مان، 10 تبيعهم ب95 جيم تقدر تجيبوا السينما مان. بيبيعوا 15 واحد من 100 جيم بيجيبوا الجليتش كاميرا مان ولا اليو تي اس، واحد من الاثنين. وبتبيعوا 22 واحد وبتجيبوا اليو تي سي اللي سعره 2200 هذا لحد الان، 7 سعره كثير، 200 جنب ما قدرت اجيبه. ألفين جيم وما قدرت اجيبه، ناس تطلب عليه 2200 جيم واكثر حتى صار. اذا ما عاد رضي يعطيكم ب3 دول مقابل المسكل، روحوا بعد مقابل 5 ليجندري كل واحد، واحد مقابل 5 ليجندري بس، شيست مقابل 5، هتبيعوا الليجندري وتجيبوا مسكل يا جماعه. لا احد يقول طريقه ساعتها موجوده، عملت ريد مقابل يا 5 يا 6 ليجندري، واحد اللي بيناسبه 5 ولا 6 ليجندري. شو عادة لا اسفة بس من فاضيات ما اعرف انه ليش السيرفرات بدأت تفضى يا جماعة، اضطر تغير السيرفرات بسرعة يا جماعة. انا عكتب له 4 ثاني يمكن اقفل التريد، لا فاتحه هذا ما عنده اشي. هل واحد متابعين يا جماعة طلع معنا بالفيديو ولا لا؟ يوم طلع معنا بالفيديو يا جماعة وحابب اشكر واحد متابعين يا جماعة اعطاني هدية اسطورية جدا جدا يا جماعة، استنى بس لا ما في شي، هاد اعطاني هاد ببلاش يا جماعة، والله هدية اسطورية كتير يا جماعة، والله احسن هدية اخذها لحد الان انا يا جماعة، واغلى هدية اخذها يا جماعة لحد الان. نحب نشكر على هدية اسطورية اعطانا اياها، على عيد قلوب الثاني. الواحد كان بيحاول يضحك علي يا جماعة، قال لي الواحد بتاع 100 جيم عايز يشتريها مني، وكان قاعد يبيعها هو اول عم يبيعها ب 400 وعم يشتريها ب 300، عم يضحك علي انا راح ابيعها كان ب 400 حسب الواحد بواحد الجندل. لا شفتوا يا جماعة قلتلكم قلتلكم بدأت ترجع من مكان السعر، سعرها رجع من المكان شفتوا، هذا أول خبر سعيد، سعرها رجع مثل ما كان، بدأ يرجع يا جماعة شوفوا احسبوها. هلا عم فاصل وحاول اشوف كمان في تردد، احاول اخلص من هدول بسرعة يا جماعة، نقبل فاصل دغري اجانا واحد كمان مو دغري يا جماعة، انستنرا بعد 10 دقايق اجانا واحد تاني شفتوا، هذا انا الموضوع فرحني يا جماعة، صار عندي 9000 صار بجيب انجينير
صرنا انا اخذ مني شوية وقت. هذا وينه؟ هذا كنت بدي اعطي الثمانية هذول اللي عندي كانوا هنا اربعة جليتش. ما ارضي قاعد اتشرط زي تبغى انجينير على اساس غالي يا اخي. عندي اربعة من هذا غالي يا جماعة. بعض الناس بتبادل في مقابل اثنين بس انا خلاص خذ الاربعة واربعة جليتش مقابل انجينير. ما ارضي اعطيكم اربعة شو استعمل لو ما ارضي. لا يرضى شو اعمل له انا شو اعمل بس يقول لي شو اعمل له. بس الامر فرحني كثير انه بدات ترجع نفس السعر القديم ثلاثة. هذا الامر جيد جدا 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 يا جماعة. أنا أول يوم السبت ويوم الأحد مجمعت شئنا. ليش؟ إنه كانت كان بيطلبوا أربعة صعب أربعة. هلا أحاول أجمع أكثر من فرصة في بيطلبوا ثلاثة وأحاول أجيب اثنين إنجينير. أحاول هسا فيها أجيب واحد صار فيها أجيب واحد إنجينير هلا. بس أحاول أجيب كان واحد ثاني وثالث صار معي ستة يا جماعة. تبادل بسبايدر ولا فيني أجيب سبايدر كان بدي إياها اليوم حتى. صار فيني أجيبها يا جماعة خلاص. وركن الكاميرا مان بيسوي اثنين. امبارح واحد بده يعطيني 27,000 مقابل بس انا شفت عرض سيء. لو بعت جيم بعت هذا ب 27,000 مثل ما اعطاني امبارح ولكي اعطاني واحد بده يعطيني 27,000 ابيعه ب 27,000 وابيع اربعة 60,000. ما ابيعه ب 15,000 ابيعه ب 15,000 ونص يعني يوفوا حق ال 80,000. لا بكفوا زيادة بكفوا زيادة يا جماعة. ده لما يقارب 30,000 27,000 دول 15,000 هيطلع 87,000 هتوفي معي بس انا ما بدي هاي الموضوع بدي اخليها دمعي. انا صعب علي حصلها هلا. حاول في ستحيد في وقت مدة طويلة. هلا نبدأ الوحدات اللي نختارها. لو كمية الجندر ابيعهم بعدين حرفيا ما يكون الليجندري ناقصني بس يمكن اثنين بس اثنين. هو اللي مش كاميرا مان بس المش كاميرا مان حد دار كذا عندي والسكرت ايجنت. شوف واحد عنده هون مش كاميرا مان ولا لا. مش كاميرا مان هي صار الناس تطلب اعلى من الكارد انه صار بيحتاجوا ناس كثير بالتحديث هذا. ما بعرف ايش بده. عمول الفروات من اجل ماذا بس ما قال لي شو بده اصلا. ما يعملنه. هذا خلاص يبدأ يجي معي يغلى هلا انه نشال من المحل. اربعة. سبعة. سبعة يلا اعطنا سبعة. صرنا نحسب الواحد بخمسين يا جماعة. عندهم 150 300 روح اكسب في اكسب مني 100 جيم. لا مش هذا المطلوب. حاول تضحك علي يا جماعة. نقبع فاضي يا جماعة. هلا نختار الوحدات. الوحدة الأولى نستخدمها وينها؟ فارمر. وين فارمر؟ هاي اهم شيء يا جماعة اختار الفارمر عشان مصاري جماعة. وين الرير نروح المسك الاول وينه عشان لا ننسى نستخدمه الاول. دعمكم يا جماعة على المقطع اللي تاع المسك بساعة دعم اسطوري. والمسك يا جماعة رجع مرة تانية بساعة رجع يمكن امبارح بس قبل امبارح ما صار مثل ما كان. تخفيضات بعد ما نزل تخفيضات هذا خرب اللعبة يا جماعة. واحد من الاسباب اللي كان يخرب اللعبة لاعبين قلت يا جماعة. كان اول 180,000 عما كان يوم الجمعة خطيط يا جماعة. بعد ما عمل تخفيضات نزلوا اللاعبين ل 150,000 عم يحاول يخسر اللاعبين بهاي الحركة يا جماعة. خطرة هاي الحركة انه نزل شغال ويخفض فجأة. في ناس صرفت روبوكس كتير صرفت 2500 ويجي بعدين يخفض لك من اياها. هذا حرام. في واحد يجيب الواحد ما اقدر اجيبها هلا انا. هذا زي هذا
ما عاد اجيب غالي، الناس تطلع عليه تلاقي مسكال وصعب تلاقي. ليش تلاقي زي هذا؟ هذا كان بيطلبوا عليه كثير يا جماعة، رخص هلا كثير رخص، تلاقي كثير عروض يا جماعة سهل جايبته باتنين صندوقات بتجيبوه زيادة. هذا لا، هذا بيطلبوا حتى اقل واحد ما طلب مني 10 صناديق، 10 كثير. هاي اذا بدي اجيبها يا جماعة يلا ان شاء الله بنجيبها اسبوع، هذا اخر اسبوع بكون وكان اصنع النهاية يا جماعة، او انجينير كمان يمكن اجيبه اذا لحالي يا جماعة، اجيب انجينير جنبه ان شاء الله بيجيب يا جماعة. صنع لها مقطع يا جماعة ضروري 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 يا جماعة، صار لي 3 اشهر باللعبة يا جماعة عم بلعب فيها يا جماعة اللعبة تويت تاور ديفنت عشان اجيب العنكبوت، وانا اكثر شخص بقعد العب فيها اللعبة اقل من 8 ساعات بالليل ما بطلع احيانا. جنب فترة يا جماعة هلا تشوفوا قاعد تلعبوا اول فارمر بتنزلوه هون، اول فارمر بتنزلوه هيك جاهز ياخذ مكانه صح، بتدفع له اوسكيب هذا عشان ياخذ مكان وسع بالضبط هون. هلا الامر تحت السيطرة يا جماعة عادي، لا تخافوا مني شوي شوفوا زي ما عملت زي ما عملنا. نزلوا واحد يوم عاد روحوا لعندهم بسرعة سريع لعندهم، بعدين رجعوا نزلوا واحد هون وعاد نزلوا بعدين غير، بس مو هلا دغري دغري بعد ما كمل الويف هذا، لا الويف كمان بعد تنزلوا ابجريد سريع لهذا بس. هلا بجهزوا هذا وين بتنزلوا؟ جنب الشجرة هاي شوفوا هاي، رجعوا شوي لورا بس لعند هون لعند الخط عند الخط، يسوق مكان شجرة 4 شجرة ورجعوا لورا ويكون حطيتوه مكان صح. تنزلوا ابجريد سريع عليه، تنزلوا لا صار عالي، تنزلوا ابجريد الفارمر ده يا جماعة انتبهوا على الفارمر اكثر شيء. اتخاف على السيطرة على الويبات اللي هيسيطر عليهم بسهولة يا جماعة. اشوف واحد ينزل على الابجريد تنقص اول واحد بعدين تلفلوا هذا كان ليفل توصلوا لليفل 4 ترفعوا على هذا كان مرة ثانية. انبسطت وايد ما عاد يصدوا يا جماعة كثير بالليفل تبعه هذا القليل ما عاد يصد شيء، ناقصنا 1500 ونعمل ابجريد سريع يا جماعة. بس البص وايد يا جماعة في عنده لف فرصة، عنده لف طويلة بس ما ينفع يا جماعة انه تبدلوا التركي سبيكر مان بالتركي كاميرا، ولا ينفعك بشيء حتى اللارج تركي سبيكر مان ما ينفع يا جماعة. هذا ما يجي فيه انه ابجريد رخيص، انا نعمل ابجريد نروح الفارمر. هلا هو هيرد على الويفات كلها سهل عليه، سهل يا جماعة ايزي عليه. هلا تعملوا ترفيع ليفل كمان زيادة، هلا تمركز الفارمر كله لا تخاف، هلا بيجلس الضجر بسهولة. شوفوا البوليت عيموت، هذا عيموت البسط ولد، شوف شوف موت بسهولة يا جماعة ولا بأي عناء، الدمج تبعه اي او اي يا جماعة. والحين تبعه هذول بالطاير يا جماعة عايدة ظلوا طايرين بالهواء بدمجه، لو قلب وشه يا جماعة حاول يضرب شخص اخر الضربات الطايه بتدمج تعود دمج يا جماعه. وهاي ميزه كتير حلوه ضربات الطاير اللي طلعوا فيها التواليت بيندمجوا، ضربات عم الطاير تبعه هدول ويبعد هو كمان بيدمجوا لان طلعوا بال الفراخ اللي بيرميهم يا جماعه جاهز. هذا يمكن يا جماعة الوحيدة هي عدى عليكم، بس لو عدى لو عدى يا جماعة هذا لو عدى لو يا جماعة لو عدى هتنزلوا هذا بعدين، بس مو هلا لو هو ما يعدي، أنا عندي كثير مرات أحاول يعدي وعدى
فعايز جدا جدا يا جماعة، لا تخافوا. ولو عد يا جماعة، أنا كان عندي عندي أحيانا بعض المرات. هلا المكان هدول يا جماعة، دغري اليو تي سي دغري هينزل، نزلوا هون بهاي الحف، بتنزلوا جنب الملك. الملك ما تطوروا، ما تطوروا، لا تعملوا شيء للملك، هذا اتركوه مثل ما هو، اتركوه مثل ما هو يا جماعة، اهتموا بهذا. لا هذا اصلا لازم ولا ابجريد ولا اشي، خلوه مثل ما هو. تاني واحد نزله هون له ابجريد، بس هذا لا، هذا تعمل له شيء. هذا الخبر يموت، بنلف يرجع يموت، كنا نعمل له ابجريد. هذا لحق نعمل له ابجريد يا جماعه. هذا الحين الوفات مسيطرين عليهم يا جماعه، سهل الوفات، سهل يا جماعه كلها الوفات. اكيد قدرنا نتجنبهم منه شوي، لو علي يعطونا فرصه نعمل ابجريد لهذا اليو تي سي. هذا لو ما مات يمكن يموت من لفه، سهل يموت الباقي. هذا يموت، هيموت 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 100% حتى 100% هيموت. هذا انه بطيء بالحركة يساعدنا انه نقدر نعمل ابجريد لهذا. والروكيت ولد هيموت سوري، حتى لو هيموت اسهل من كذا هيموت. وصح انه يلف يعدي يعدي يقدر يعدي سوري من هذول. لا ما عدى، انا اول عدى عندي بس مات، مات وبس يعدي هيموت. هلا الدمج اي او اي بدا يشتغل تبعه، صار الفيديو يا جماعة يطلع طويل بس مهم يا جماعة الفيديو هذا، بس الناس اللي بدها تحصل مشكلة، اللي ما بده يحصل مشكلة يشاهد الفيديو من اول ولا لاخر يا جماعة. اهم خطوة بالجيم يا جماعة هي، انا ما دخلني لو حدا قال لي زي ذيك المرة. طريقة يا جماعة شغال اذا الواحد تبعه بالخطوات، مو اول مره كنت نجح، مو من اول مره، انا من ثالث مره نجحت مش من اول مره. وهي طريقه مس... هاي الطريقه انا ما استخدمتها كثير، ما استخدمتها اكثر مره. اليوم جربت الطريقه، قبل فوي جربت الطريقه واشتغلت معي. الطريقه قبل استخدمتها يومين كاملين، انا يومين قاعد بعدين صورت عنها يا جماعه. هذيك الخطه الاولى يا جماعه، هذيك اصعب يا جماعه، هذيك انا كنت اعيد احيانا مرات خسرت. هاي لا، هاي مو مهم تعيد، هاي تبع الخطوات بالضبط بس، وما تعيد ابدا الجيم، مو مهم تعيد الجيم اصلا. بس بديك الاخرى يا جماعة اضطر انك تعيد الجيم. هاي شوفوا يا جماعة، خلوا بدي اعدي هذا يا جماعة، كمل بس كمل يا جماعة. بيعات نزلوا اللي تصير، تحاول تقلبوا على الشجرة اكتر ما يمكن هون، تنزلوا عليه ابجريد ولا عارف فيه بس شوي. بس الناس اللي ما بيعرف كيف يشتغل هذا طريقته، مو يعني اذا نام لوحده بيقعد سنه اربع ثواني ليصحي يا جماعه، لا اذا ما صحى اصلا، اذا هو ما صحى قبل، اول ما حطته ما صحى ولا وحده اصلا لحد الان. مثلا انا حطيتهم وحده وجنب الميدك، ما في وحده، ما في وحده دومت المحاربين، هو يصحي معه بجمع الطاقة اللي عنده وبيصحي فيها، تجميع طاقة زي الدرون. بس هذا يعبي انه جمعها، واذا نام هذا بيصحي بعدين ايه، بعدين بيستنى اربع ثواني، كل اربع ثواني بيعبي مرة، بيقعد يتعبى يستنى اربع ثواني يتعبى مرة واحدة، ويرجع يعطيها لشخص ويستنى اربع ثواني. لو بطيء هو بيصحي بسرعة، بس هو صحاه وكأنه ما نام، واربع ثواني ولا شي ثانيتين اللي صحى فيه. وما عملنا الابجريد احنا اصلا يا جماعه، تعرف كيف نظام الشغل تبعه، شبه الدرون بالاستخدام، شبهه بس الدرون بتخبي الطاقه تبعه وبتفرجينا اياها الطاقه الموجوده، عدت فوق طاقه، هذا بيعبيه على مره على ضربه واحده، يحسب ضربه واحده تعبيه مره واحده. لا هذيك على واحد انه بتعبي انرجي طاقه، هذا يعبي مره واحده ويعطيها شخصي، انه اذا هو ما فوق ولا شخصي لحد لو ما نزلت وقت ما فوق ولا شخصي، صلوا اربع ثواني وما فوق ولا شخصي بفوقه، لو ما نامت لو واقع زي ما شفنا قبل شوي، تعرف بس نفهمه كيف نظامه. ما عملنا له شيء احنا،
صحي بسرعة. صحي هلا يمكن. لا شوف صح كل ثانيتين بس. ثانيتين صح. وعدد أربعة ثواني. هل هذا من الخطوة اللي بعد عدد واحد جنب هذا؟ عاد ننزل فيه؟ ليش؟ ما نرضي ننزل فيه؟ نزلنا فيه مثل ما شفتوا هلا بس نعم ما بعرف ليش نعم فيه. ننزل فيه ابجريد اول شيء ابجريدين خلاص. الميديك عادي يبدا ينزل هون فيه نحطه هون. كمل ابجريد لهذا لهذا الميديك. مكسه قربنا للماكس. هلا خلاص بدو مسك العب مسك البس والمباراة تحت السيطرة يا جماعة. بأسوأ الحالات لو لف هاي اللفة بيموتوا. لو لف أسوأ حالات المباراة يعدوا عندهم. مستحيل عند لو ورا هاي اللفة مستحيل. فيها لا اطلع يضربوا اللي عندهم. طريقة سهلة جدا يا جماعة. وما بدها وحدات كثير يا جماعة زي الطريقة الأولى. الطريقة الأولى بتكلف وحدات يا جماعة كثير. تحتاج درون تحتاج ال تحتاج ال ساينتست تي في مان ساينتست كاميرا مان كثير أشياء. هاي لا هاي بس بتحتاج أنا مش صعب لدرجة. هاي شوي صعب وتحصيله بس سهل مش لدرجة صعب. تفوزوا جيم واحد بتحصلوا صندوق بتحصلوه ولعبك هذا بتحصلوه من أي طريقة. كثير اصلا كثير ناس عندهم اياها كثير ناس بكون عندهم اياها اصلا. وهذا سهل ابك سهل اسهل اشي تحصله له بالعالم كله. هدول اربع هذا الصعب يمكن بس هو اسهل من ذيك اللي قبل تحتاج وحدات اخرى. هذا يمكن اصعب اشي تحصله لحد الان المسك البس. بس اللي عنده اياه خلاص تحصل على كثير مسك بطريقة واحدة. بس في بعض الناس يا جماعة كتبوا لي بتعليقات بعض الناس حسنا يعطوني بعض الوحدات ما اعطاني حدا لحد الان الا واحد شخص بس اللي فرجيناكم اياه. الشخص اعطانا اياه الليجندري هالوين اعطانا اياه مجاني. هذا الشخص يا جماعه كلامه طلع صح يا جماعه. حكى لي انه يعطيني اياه واعطاني اياه يا جماعه والله فرحني يا جماعه كثير. هديته كان احلى هديه اسطوري احلى هديه يا جماعه. اكثر هديه اسطوري لحد الان جدني. يا جماعة بعض الناس كانت تقولي صور عن البلوكس فلود. بعض الناس تقولي صور عن البلوكس فلود. انا اصور ابدأ تصوير عن البلوكس فلود امتى يا جماعة؟ بس مو هلا هذا الاسبوع عنا ال بتاعت وايت تاور ديفنت هدول التركي يا جماعة ما بدنا نروح على الفاضي احنا. وبس الميزة حتنزل بعد ثلاث ايام بس ثلاث ايام باقي لها بس. طبعا بس فيها جيم باس فيها جيم باس يا جماعة لقيت اللعبة فيها جيم باس. انا عندي اعملها فولو من زمان اصلا من اول ما اعلنوا عنها من اول زمان من قبل 9 شهور حكوا انه ينزلوها يا جماعة وانا عملتها فولو. لقيت رابط عنها وعملتها فولو من اول ما لقيت رابط. اول ما لقيت رابط زمان حتى اللي ضايفيني يا جماعة ضايفيني عندهم اصحاب من زمان بيعرفوا انه انا كنت عامل فولو للعبة اصلا من زمان. في جيم باس دخلنا على جيم باس اللعبة موجود جيم باس فيها. في عنا اللوكي العادي ب 275 روبوكس ارخص من اللعبة قبل بس كمان سعره مش رخيص لدرجة. وعنا الالترا لوكي هالمرة مغيرين اسامي جماعة مغيرينهم. كان مسمينه جماعة ايش؟ كان مسمينه قبل اسمه جيم باس المسك هانتر. هلا تغير اسمه جماعة صار اسمه الالترا لوكي. تغير جماعة اسمه الترا لوكي ما تغير الاسم. سعره 800 روبوكس ارخص من اللعبة اللي قبل بكتير. 800 روبوكس يا جماعة بس. في عنا الهيوج هانتر. هيوج هانتر هذا احسن شيء يمكن جابوه بس سعره كتير غالي كتير غالي يا جماعة. 3250 روبوكس
عندنا استخدام 15 بت، استخدام 15 بت 375 روبوكس رخيصة، بس في استخدام بتات بجواهر، تستخدم بتات بجواهر أحسن لك بكتير. فيك تستخدم 99 بت مجانية تستخدمهم، بس إنه إذا اشتريت الجيم باس هتستخدم 104 بتات بس. 99 بت مجانية تقدر تستخدمهم يا جماعة. إنه إيش حاجتك بالخمسة البت دول؟ إلا لو واحد يوتيوبر مشهور مثلا، إيه اشتري الجيم باس بس. حتى لو يمكن ما بدي ما اشتري ما له فايدة يا جماعة. 99 بت مجانية ما عادي أقول 15 بت لهم فايدة كتير فوق ال 99 واحد. وفتح 15 بيضة زيادة يا جماعة، 15 بيضة فتح زيادة ب 675، 675 روبوكس. وما داعي يا جماعة باللعبة فيك تفتح 99 بيضة يا جماعة، تقدر تفتحه 99 بيضة. إذا اشتريت الجيم باس تفتحوا 104 بيضات، انه اللعبة اصلا مسمينها هيك على عدد البتات اللي بتستخدمها يا جماعة والبيض. هتقدر تفتحوا بيض بالكميات الهائلة، 99 بيضة مجانين. انا ما عم بخل على، انا ما عايز اقول بدي 15 بيضة زيادة يا جماعة، مو مهم ابدا ابدا ابدا. الجيم باس بلا داعي يا جماعة، بلا داعي الجيم باس مرة. عندنا الماجيك ايج 1200 روبوكس من اول، هو هيك باللعبة قبل، بس باللعبة، بس اللعبة قبل يا جماعة كان ب 1300، هون ب 1200، ارخص ارخص ب 100 بس، ارخص بس بال 100. في اي بي انا ما مو بتذكر، بس هو 400 كان، مو بتذكر انا بس 400 كان. الجيمات اللي ما نزلوها بعضها ما له داعي، ما في غير على اللوكي اللي له داعي يا جماعه بس. والهانتر هيوج، هيوج هانتر يا جماعه هو اللي بيحصلك الهيوج يا جماعه. نزلوهن على هون، نزلوهن عشان الملك يقدر يصحي يا جماعة. بليز ما تنام، مش وقت النوم. لا اصلا الوحدات، الوحدات يا جماعة على السيح هون، الاي كله محاصر من هون، من طرفات كله محاصرين يا جماعة بالاي او اي. عندنا هون بيطلعوا من هاي اللفة يقعدوا يسيحوا يا جماعة، من هون يقعدوا يحترقوا يا جماعة، يلف هاي اللفة بس ويقعد يحترقوا من هون لعند هون، يطلعوا لعند هون يلفوا يلفوا، يوصلوا عند هون يبدأوا يمكن يسيحوا عليهم بس. هون لا، يمكن لا، هون لا، هون عدمجوا من الوحدات اللي كلها، عدمجوا حتى لا يقدر يدمجوا، صعب هم يعدوا جماعة عليك. اخذناها جماعة البص اربعة. اسيح اسيح يا جماعة، مستحيل. في طريقة اخرى يا جماعة، طريقة بس اخرى، هي طريقة هذا ما هستخدمه يا جماعة، هتشيلوا اللي هون، هدول هم موجودين مثل ما هم، ايه هذا لا، هتلعبوا سكرت ايجن يا جماعة. شفتوا العميل السر الضعيف يا جماعة داكي، هتستخدموه كيف؟ قولوا كيف عندكم اياه، هتحطوه